السلام عليكم الاخوان وتبارك الله عليكم. واش اخباركم كينا واحد التكوين اللي ما كيطلبش سن محدد ولا مستوى دراسي معين؟ الثمن ديال هذا التكوين هذا مناسب والفرص ديال الشغل فيه موجوده. ما نطولش عليكم، خليكم معنا باش تزيدوا تعرفوا المعلومات اكثر. السلام عليكم، معكم عبد الباري غيلان، مدير ومؤسس مركز طنجيس للتكوين، اللي اختصاص ديالو بالدرجه الاولى هو الرافعات الشوكيه وحاملات الحاويات ديال الموانئ اللي كيكونوا في الميناء. بالنسبه للامتيازات اللي عندنا، اولا حصص ديال البراتيك، عندنا واحد لونغار اللي هو مجهز بالريوناج، ثانيا عندنا الكلاك ديال الديزل زائد الكلاك ديال الالكتريك، ثالثا عندنا اساتذه خبراء اللي هما معتمدين ومكونين في الدومين، رابعا كنخليو دائما المجال مفتوح للمترشحين، وخا يسالي التكوين ديالو ياخذ البيرمي ديالو بغا باش يعاود يجي يتذكر، كنعطيوه حصص فابور غراتوي ما كيخلص عليها حتى شي حاجه. الاضافه اللي كاين في مركز طنجيش ما كاين حتى شي مركز اخر، بزاف ديال الشركات عاملين معنا شراكه باش كياخذوا المتدربين من عندنا باش يشتغلوا معهم في الشركات ديالو. المتدرب كيخرج من عندنا من المركز وهو مؤهل باش يخدم، ما كيحتاجش عاد يعاود واحد التكوين واحد اخر. بالنسبه لعدد الحصص، كتكون حصه نظريه زائد ثلاثه الحصص تطبيقيه. ملي كيسالي المترشح ثلاثه الحصص ديالو التطبيقيه، كيكون واحد التقييم، الى شفنا انه كيحتاج حصص تطبيقيه اكثر كنزيدوا الحصص التطبيقيه حتى كينجح في هذاك التقييم وكياخذ البيرمي ديالو والشهاده عن استحقاق بطبيعه الحال. هاد الميدان هذا ولا مؤخرا مطلوب بزاف، وما غاديش تندموا على البيرمي ولا على التكوين ديال الرافعه الشوكيه، لانه سواء اشتغلتوا به دابا ولا لاحقا، فهو واحد التكوين اللي مهم بزاف بالنسبه للشباب، وكونوا على يقين انه غادي يفيدكم مستقبلا ان شاء الله. ايوا الاخوان، المركز ثم شفتوا والمعلومات عرفتوها، وشنو كتسناو؟ مرحبا بكم.